حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام نسابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق أحلامه الوطن علينا يراهن بدنا تطمن وامن لمنا نبضى وعينا ولمنا قوة يمينا الوطن علينا يراهن بدنا تطمن وامن لمنا نبضى وعينا ولمنا قوة يمينا وملنا غيره وماله غيرنا حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام حقق طموحنا طار عالي والنجم غار تالي شاف الإصرار لانينا فدينا هالدار تطوع متعاون مع فريق سخاء. بالنسبة لهذه الدورة نحب نشكر الأستاذ عبد الله على تلبية الدعوة وإقامة هذه الدورة الثرية حقيقة مضمونة وأتمنى أن تكون بوابة ومنطلق لحياة أفضل وأجمل لكل واحد منا بهالحضور. ولا ننسى نشكر الأستاذ سليمان العرفج صاحب فندق شارز على تعاونه معنا وإتاحة لهذه الفرصة على إقامة هذه الدورة في هذا الفندق الجميل بكل ما تحمل المعنى الكلمة من معنى. وفي الختام توزيع الشهادات شكرا لك. دورة جدا جدا رائعة وسهلة وخفيفة في تلقي المعلومات. وأشكل فريقكم جدا كان رائع وكانت جدا منظمة الدورة ما قصرتوا صراحة. يسعى فندق شارز إلى تفعيل دوره الاجتماعي وذلك بإقامة عدد من المحاضرات والندوات والدورات التطوعية. هذه المرة أقمنا تجربة فريدة من نوعها مع فريق سخاء التطوعي الذي تكفل بدعوة المدرب عبد الله العثمان من دولة الكويت الشقيقة وقدم مادة جيدة وفريدة من نوعها وإن شاء الله سنكرر أيضا هذه التجربة مع فريق ساخ التطوعي في الأشهر القادمة والسنوات القادمة لما لها دور فعال بين إدارة الفندق وهذا الفريق المعطاء. كل الشكر لفريق سخاء التطوعي وفندق شارز وصراحة تجربة جدا رائعة. كان الحضور متفاعل ومطبق للتخطيط وإن شاء الله هذه رسالتنا في موضوع التخطيط. نبي نبسط موضوع التخطيط، نبي الكل يخطط والكل يكون عنده خطة واضحة لحياته وينجزها، وإن شاء الله هذه البداية وإن شاء الله يكون الحضور مساهم في موضوع ونقل رسالة التخطيط للناس. نبي الكل يخطط وفي كل بيت في خطة واضحة لحياة ناجحة بإذن الله. مالنا غيره وماله غيره.